هل أعني أن الإسلام يبلغ بالقلم والقصيدة والنص المسرحي في غياب تام من المسلمين وعدم تمكينه من وسائل الإعلام؟ آخر نموذج هو الجزيرة الصوت المتميز أعتقد المنبوذ، تعطيل لفريضة الجهاد والسيف كسبب أسباب ما على كل حال نفهم. شوف احنا نقولوا ان المسلمين لهم الان متسع وفرصه في ان يقوموا بما لم يقوموا به. احنا غادي نتكلموا الان على الجهاد في هذا الحاضر. هذا السؤال يطرح، واش انت قد الجهاد ولا غتكلم عن الجهاد؟ واش الامه الاسلاميه هي الآن في مستوى الجهاد؟ راه مخلخلة عقديا، راه الآن مضطربة. أنا قلت لكم ديك المرة اللي فاتت، راه مازال تسمعوا المسائل شي ما بعد، راه ما تصورش بأن المسائل كلها راه مجموعة كما راكم تفهموها أنتم. كاين أشياء وتيارات متعددة هذه الأمة الإسلامية مفروض عليها أنها تقوم بإيصال الفكر الإسلامي وتوحيد الناس على مستواه. الجهاد ماشي يجي ماشي هما واحد 15 ناس موجودين في واحد الجهه ولا 20 موجودين، هي الامه تكون مؤمنه منهجها التربوي بالتعليم بالاعلام. اذا كون الامه اشياء كثيره ما قمناش بها، ما استطعناش، مازال ما قمناش بها، ناس ناعسين موركين. الدعوه اللي هي اساس نشر الاسلام ما تمشاش كما ينبغي. الشارع ديالنا لا يعطينا صوره حقيقيه عن هذا الجيل الذي يجب ان نتحدث معه عن شيء اخرى. إذن في الأصل الآن شو هو؟ هو أن نقوم أساسا بما لم نقم به من قبل، وهو أن يقوم الناس بالتعليم بالتوعية بالتبصير بنشر الإسلام داخل صفوف المسلمين. صفوف المسلمين داخلها لا فيها شي حاجة، نقوم بهذا الشيء، هذا مفروض علينا واجب شرعي. ثم الزمن الآتي قد ندخل فيه في حوار، ولكن من موقع القوة مع شعوب أخرى. قد نستطيع أن نبلغ لهذا الإسلام أساسا إذا استطاع الآخر أن يفتح لك فرصة الدعوة. مع الإسلام ما عنده غرض في القتال ديال شي واحد أخر، ولكن أن يفتح لك فرصة الدعوة، أن يقول زرني حاورني عرض ما الإسلام علي، كان أحد صافي شي اللي بغى. فأصلا لما نستطع أننا نوصلوا، شحال عندكم ديال الدعاة الكبار، شحال عندكم، حسبوا المسائل مزيان باش ما تغلطوش، شحال عندكم الناس اللي يمكن لهم يتكلموا بالفرنسيه يدافعوا عن الاسلام، شحال عندكم من الكتابات اللي كتبتوها بالانجليزيه في الاسلام، شحال عندكم من الترجمات ديال المصحف، شحال الناس جاوا يسولوا على المصحف جبروا الان كمل في اوروبا، قال شحال عند تعرفون كم ترجم الانجيل؟ الانجيل معروف بانه ترجم اكثر من 2000 لغه. ما عندناش احنا عشور منها من ترجمات ديال القران، وهو اصح كتاب ما ترجمناش. شعوب إسلامية الآن ما عندهاش القرآن. شعوب إسلامية الآن ما عندهاش. الآن نقول لكم في إفريقيا كاين دول وشعوب الإنسان ماشي غادي تردو مسلم، مسلم يقول لك الله يخليك أنا بغيت نشوف مصحف، أنا بغيت مصحف ما يجبروش. أنا شفت بعض دولة من الدول الإفريقية تخرج الشوارع جبر الإنجيل مرمي، يجي تلقى واحد الله يخليكم هل عندكم مصحف؟ أنا سمعت هذا، هل عندكم مصحف؟ افريقي يسولك على مصحف والانجيل يترمى في الارض. القناطر في السنغال موجود، انا جيت بالعرام دي باش بغيت، والمصحف مطلوب. اذ واش قامت هذه الامه بواجباتها؟ هل قمنا بما يجب علينا القيام به؟ كم اعددنا من الدعاة، كم اعددنا من الخطباء، كم اعددنا من العلماء؟ واش نبقاو نهضروا حنا غير نكزوا الحاجه اللي رحنا مازال احنا مازال في هذا الأصل أن الأمة يجب أن تنهض بالواجبات الشرعية التي لا تعذر. والمشاريع ديالنا يكونوا عندنا علماء شرعيين في المستوى، يكون عندنا شباب ديال العلوم الحديثة مؤمن في المستوى خصنا نتعاونوا عليه، يكون عندنا ناس اللي قدروا باش يرفعوا علينا هذه التحديات، ناس اللي يوصلوا الاختراع، ناس حنا كينبغ لك واحد الشاب ويولي مزيان وبدا يفهم يديه لك يخلوك في الكل كاع المزيان يديه لك ليه ليضاف الطاقة الفكرية الموجودة في احنا مازال في بداية الطريق.
والامور تاتي بابانها. واش تعرف واش بان الله تعالى قال للمسلمين الذين قالوا كفوا ايديكم، مسلموا في عهد مكه كانوا في حاله، قال لهم الله تعالى كفوا ايديكم، ولكن لا تمتنعوا من التقوى، تقووا وما تكلموش على الحاجه اللي انت الان صفوفكم خلخله ومهلله وانت تتكلم على اشياء اساسا لو اردت لن تستطيع بحكم الواقع.